اول حاجه غادي نتكلم عليها هي ملي كتبدا تشعر بشي امور اللي هي غريبه بحال الهلواسه، يعني كتسمع وكتشعر بامور اللي هي غير حقيقيه. هنا كنتكلموا على مرض الفصام. ثاني حاجه ما كتبقاش تشعر بهذا الواقع، كتحس براسك انك منعزل هذا العالم، وهذا العالم كيولي بان لك بحال شي فيلم اللي فيه مجموعه ديال الممثلين ونسى واحد منهم. هنا كنتكلموا على اختلال الانيه. ثالث حاجه كتولي تشعر بالحزن وعدم الاهتمام، وكتولي المشاعر ديالك بارده. هنا كتفقد الشهيه ديالك وكتنعس بزاف. هنا كنتكلموا على الاكتئاب. رابع حاجه كتولي خجول بزاف، كتخجل باش تواجه العالم الخارجي ولا تقابل مجموعه ديال الناس، وكذلك كتهرب من العلاقات الاجتماعيه، وكتردد الى بغيتي تقول شي حاجه قدام الناس. يعني هنا كنتكلموا على الرهاب الاجتماعي. خامس حاجه وهي ما كتبقاش تحس بالراحه، المزاج ديالك ديما متقلب، كتحس بالصداع، ما كتبقاش عندك ديك المتعه، ما كيبقاش عندك داك النشاط، الشهيه ديالك كتولي مخربقه، النوم ديالك يولي مخربق. يعني هنا كنتكلموا على الاكتئاب ما بعد الولاده.